صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا. بنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة ومتابعة لأهم عناوين الأخبار في صحف النهاردة 8 أبريل 2012. ومعانا الكاتبة الصحفية أستاذة أمينة خيري، الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية. صباح الخير. صباح الخير، نوران. ازاي؟ ربنا يخليك. تمام. الأخبار موجودة معانا النهاردة من جريدة الشروق، الصفحة الأولى: ثلاثاء الحسم يحدد مصير الشاطر والتأسيسية. الأهرام: الحرية والعدالة يرشح مرسي تحسبا لاستبعاد الشاطر. الأخبار: والدة أبو إسماعيل أمريكية منذ عام 2006. الأهرام: مبادرة جديدة لحل أزمة تأسيسية الدستور. المصري اليوم: 20,000 قبطي يطلبون السفر لإسرائيل وكنيسة بالقدس ترفض استقبالهم. الشروق الصفحة الأولى: ألتراس أهلاوي يعلقون اعتصامهم أمام مجلس الشعب اليوم ويهددون بالعودة في حال عدم تطهير الداخلية. الأهرام الصفحة الأولى: آخر خبر معنا، الموجة الحارة تصل إلى ذروتها اليوم وتنكسر غدا. وواضح ان يعني معظم كلامنا على ترشيحات رئاسه الجمهوريه. ما اعرفش ان هم نسيوا الدستور لينا من الصبح، بقول لهم لا موجود تماما. ثلاثاء الحسم بس يعني الحمد لله في لمح الدستور في ثلاثاء الحسم. والخبر اللي قريتيه في الاخر يا مي هو بيلخص الحاله اللي احنا فيها الحقيقه، اللي هي الموجه حاره وجو متقلب وطقس غير معتاد وحاجات كده. بس عموما يعني اول خبر طبعا ثلاثاء الحسم اللي احنا بنتكلم عليه، هو داخل فيه زي ما قلنا داخل فيه انتخابات رئاسه وداخل فيه دستور. طبعا انتخابات الرئاسه النهارده في يوم ماراثون بحق وحقيقي، نشوف مين اللي هيوصل فعلا للشريط نهايه السباق قبل الساعه 2. النهارده مش يوم عمل كامل، النهارده زي ما يقال يعني اخر يوم نص ساعات العمل. طبعا امبارح كان في اكتر من قنبله يعني من حيث الاعلانات اللي هي الاخيره. المفروض ان لواء عمر سليمان استعلم عن الترشح للرئاسه. المفروض النهارده طبعا الديدلاين الساعه 2 ان هو يقدم الاوراق. وفي طبعا ما يقال عن ماراثون لجمع التوقيعات، مع ان على فكره سمعنا اخبار ان هو جمع يعني حاجه و50 توكيل من قبل، مش هو اللي جمع الحقيقه يعني، او حسب ما يقال، ولكن الناس اللي هي كانت شايفه فيه ان هم المفروض ان هو يترشح للرئاسه بادروا بجمع هذه التوكيلات. يعني طبعا هو في كان زمان اتعلمنا في الجامعه ان في الاساطير الاغريقيه دايما ايه بتحتدم الامور، عارفه تتشابك الامور في القمه وبعدين تبتدي ايه الموضوع يتفك لغايه ما يوصل لغايه اخر الاسطوره او اخر القصه يعني. فانا شايفه متهيألي مصر هي بتعيش قمه التشابك الاحداث دلوقتي، سواء من ناحيه انتخابات الرئاسه او من ناحيه الدستور او من ناحيه المجلس العسكري والاخوان و و و. لو رجعنا تاني لموضوع الترشح، طبعا احدى القنابل اللي تم تفجيرها امس كانت قرار حزب الحريه وجماعه الاخوان اللي هم طبعا حاجه واحده بترشيح الدكتور محمد مرسي، اللي هو كنا بنقول يمكن قاعد على دكه الاحتياطي. ولما صدر قرار امبارح طبعا القضاء الاداري بمنع الدكتور ايمن نور من الترشح للرئاسه، طبعا ده قياسا هينطبق على المهندس خيرت الشاطر، وبالتالي هم كانوا جاهزين بالدكتور محمد مرسي. واي حد يجي بعد كده يقول لنا الحقيقه ان هم لا يسعوا الى الاستحواذ على مقاليد الامور في مصر، يعني يدينا اماره ان ده هم لا يسعوا الى الاستحواذ. طبعا قرار ترشح الشاطر عمل انشقاقات كثيره في داخل الجماعه اللي هي برضو حزب الحريه والعداله. معرفش لسه ما جاتش ردود فعل قوي من داخل جماعه الاخوان عن قرار ترشيح الدكتور محمد مرسي. النهارده متهيألي هو يوم الحسم الحقيقي، خصوصا بالنسبه لموضوع الترشح لمنصب الرئاسه. بالنسبه بقى للتاسيسيه طبعا في كلام تاني اللي هو اللجنه المختصه بوضع الدستور. طبعا في كلام كتير جدا بيقال، وفي يعني انا متهيألي ان رد فعل الشارع المصري بصفه عامه ان في حاله رفض لتشكيله اللجنه كما هي، وخصوصا كمان بتصريحات البعض. يعني في سيد صبحي صالح مصرح بعد التصريحات ان احنا ماشيين زي ما بيقولوا بزنس از يوجوال، احنا هنجتمع عادي جدا سواء عاد المنسحبين او لم يعودوا، سواء نجحت المفاوضات اللي بتحدث. يمكن الدكتور وحيد عبد المجيد هو يعني قائد هذه المفاوضات في محاوله للم الشمل الخاص بلجنه المئة. ما اعتقدش ان احنا هنوصل لحاجه قوي، ولكن ما علينا سوى الانتظار. سلسله الانسحابات اللي حصلت الاسبوعين اللي فاتوا دول بالكامل هم شايفين لازم يكون في رد فعل. هم شايفين يعني سواء جماعه الاخوان وحزبها او والى درجه اقل شويه يمكن حزب النور، ان الجمعيه كده ممكن تنعقد قانونا، يعني تنعقد بنصابها الحالي، وما فيش اي داعي للانتظار اكتر من كده. بل بالعكس ان هم كمان في زي مهله هي تم اعطائها للمنسحبين لمده اسبوع، والا هيتم اعتبار ان هم مش موجودين اصلا. طبعا ده جزء من
تشابك الأحداث اللي احنا قلنا عليها. صحيح. لحد النهارده في عدد معين من المرشحين محتملين، وصلنا العدد ولا لسه النهارده هنفاجئ برقم جديد؟ لا اعتقد النهارده في تغيير كتير هيحصل، لان امبارح طبعا في الدكتور صفوت حجازي في كلام ان الجماعه الاسلاميه هتطرح برضو مرشح، فاعتقد ان احنا مفيش داعي ان احنا نحسم الاعداد دلوقتي، لان احنا عندنا مشكله على فكره جامده جدا في الاعداد، وهقول لك من يعني على سبيل المثال الحصر منها واحنا بنتكلم دلوقتي، لكن عندنا مشكله في الاعداد. طبعا الاعداد ده عندنا مثلا سعد الصغير راح برضو استعلم، معرفش اذا كان هو ينطبق عليه حتى لو كان جامعه توكيلات ولا لا، ولكن برضو عرفنا ان هو كان يمكن جزء او من الدوافع ان هو ليه سحب الاوراق وراح استعلم عن الترشح للرئاسه، ان هو كان بيصور فيديو كليب وحب يصوره في اجواء طبيعيه، يعني هو تم ايه الاستهانه بهذا المنصب بدرجه كبيره الحقيقه، وما كانش المفروض ان ده يحصل من اصله. يعني هو تبريره كان ان ده درس، ان ده درس، هو بعت رساله قويه، قال انا ما كنتش بعرف اغني وبقيت مطرب مشهور يمكن ابقى رئيس، دي رساله يعني قويه، بس ما كانش يتوقع ان احنا ناخد يعني الرئاسه تاخد درس من سعد الصغير الحقيقه. صحيح. الاهرام الصفحه الاولى احنا قلنا الحريه والعداله يرشح مرسي تحسبا لاستبعاد الشاطر، ايه اللي هيحصل لو لم يتم استبعاد الشاطر؟ لو لم يتم استبعاد الشاطر اعتقد انه ممكن دكتور محمد مرسي ينسحب، اذا يعني اذا كان اوريدي تقدم باوراقه، اعتقد النهارده هيحصل الكلام ده. برضو هي جزء من التوقيتات طبعا بتلعب دور مهم جدا هنا، التوقيتات محسوبه يعني بطريقه كبيره جدا من كل اللاعبين، حتى لو دكتور محمد مرسي تقدم وجمع التوكيلات اللازمه، وده طبعا امر سهل جدا بالنسبه للجماعه، يعني سهل ان هو ينسحب لصالح الشاطر، ما فيهاش اي مشكله خالص. الخبر الثالث يعني اللي اعتقد كلنا تابعناه في كل وسائل الاعلام لمده اسبوع كامل، والده ابو اسماعيل امريكيه منذ عام 2006. يعني طبعا احنا كنا بنتكلم عن حكايه الارقام اللي بقول لك عليها، هي في الاخبار بيقولوا ان هي مواطنه امريكيه حصلت على الجنسيه الامريكيه عام 2006، الشروق بتقول ان هي مواطنه امريكيه منذ عام 2007، يعني حكايه الارقام عندنا ماشيه بالبركه، يعني مش مشكله سنه سنتين ما بتعملش فرق. يعني هو الغريب الحقيقه في الموضوع، هي في حاجات كتيره غريبه في الموضوع، سيبك من كم البوسترات وسيبك من تكلفه هذه البوسترات وسيبك من اللي دايما بنسمعه من قبل البعض من المؤيدين للشيخ ابو اسماعيل، ان الناس دي محبي الشيخ ابو اسماعيل، ان هم بيطبعوا الحاجات دي على نفقتهم الخاصه، طبعا الله اعلم الحقيقه فين. ولكن اللي انا مستغربه له الحقيقه، طبعا الشيخ ابو اسماعيل كان بينفي نفي قاطع وشامل وكامل ان في اي حد من والده او والدته او هو شخصيا او زوجته معاهم جنسيه اخرى غير الجنسيه المصريه. بعد كده ابتدى تون الحديث يتغير واضاف عباره على حد علمي. رد الفعل الحقيقه كان غريب جدا، رد الفعل من ناحيه ان انصار الشيخ ان هم لازم حازمون، يعني في دلوقتي زي حمله او في حركه اتعملت هي لازم حازمون او لازم حازم او حازمون. طيب انت دلوقتي لو المرشح بتاعك وافر المرشح ده سواء كان الف او ب او جيم لم تنطبق عليه شروط الترشح، هل انت برضو مصر ان انت تستكمل المشوار ولا لا، حتى لو كان حد تاني على فكره ما بتكلمش عنه تحديدا. صحيح. الحاجه الثانيه الحقيقه احنا بنتكلم عن عدم استخدام المساجد كمنابر سياسيه، احنا عندنا دلوقتي مسجد اسد بن فرات في الدقي ده زي ما يكون المقر الرئيسي لحملة الشيخ، هل احنا يعني استهنا بالقوانين لهذا الحد؟ احنا طبعا استهنا بالقوانين لهذا الحد من ساعة ما حصل الكثير من الخروق لقانون انتخابات أثناء انتخابات مجلس الشعب، ولم يتم يعني أخذ أي خطوات من قبل اللجنة العليا للانتخابات. رد فعل أنصار الشيخ أبو اسماعيل، طبعا احنا منتظرين الوثائق، الشيخ أبو اسماعيل بيشكك أن أمريكا نفسها ضالعة في المؤامرة ضده، معرفش إذا كانت أمريكا ضالعة في المؤامرة ولا لأ، قد يكون وارد يعني وقد يكون غير وارد. هل ده في موضوع ممكن يبقى فيه شك؟ لا هو لازم يبقى في وثيقه، وما علينا سوى الانتظار، ان هي سويعات قليله، واعتقد ان اللجنه العليا للانتخابات هتعلن الكلام ده. ويقال كمان ان السيده والده الشيخ ابو اسماعيل رحمه الله دخلت المانيا اكثر من مره بهذا الجواز السفر الامريكي، فاعتقد اذا كنا احنا شاكين ان امريكا متامره على الشيخ ابو اسماعيل ممكن نلجا الى وزاره الخارجيه الالمانيه اذا كان الكلام ده صحيح. يعني اقرب للخبر المؤكد بالظبط كده. تمام. وحتى استخدام دور العباده، يعني احنا شفنا حمله رهيبه في ميدان التحرير من يومين على تاييدا لابو اسماعيل، حتى ولو ما كانش يعني ينطبق ميدان التحرير عليه شروط الرئاسه. ميدان التحرير ماشي، بس ما ينفعش لكن ان انا استخدامها طبعًا في دور العباده احنا وهو اعلن طول مده على فكره هو اعلن قال انا غير مقتنع بالقانون وغير مقتنع بفتره الصمت الانتخابي، وطبعا المساجد يجب ان تكون منابر سياسيه، فانا كده ببعت رساله اللي مش عاجبه قانون يا جماعه يكسره اذا كان هو شايف ان هو ده الصح. يعني
200,000 قبطي يطلبون السفر لإسرائيل والكنيسة بالقدس ترفض استقبالهم. يعني هم عشرين 20,000. ألف طب 20,000 قبطي، يعني احنا بقالنا سنوات وسنوات كان ممنوع تماما يعني هي مش ممنوع زيارة يعني طبعا القدس. كان البابا شنودة رحمه الله كان في قرار صدر ان المسيحي القبطي لا يذهب الى القدس الا مع اخوه المسلم. طبعا كان في البعض يعني على مدى بعض السنوات بيروح يعني سرا، او بعد كده حتى يمكن لو نفتكر كنا بنشوف صفحة الاجتماعيات في الاهرام البعض ممن ذهب ويعني ندم على ما فعل كان بينزل زي يعني مناشدة للبابا ان هو يصفح عنه. طبعا اللي حصل الفترة اللي فاتت ان في بعض الاقباط المسيحيين الاقباط توجهوا الى القدس للاحتفال بالاعياد، وحصل الكثير من الكلام. كان ان كان في بعض الكنائس، هل ده كان حقيقي ولا لا، ان بعض الكنائس نظمت هذه الرحلات بالتعاون مع عدد من شركات السياحة. طبعا اللي حصل اللي يهمنا ان الموقف الرسمي للكنيسة الارثوذكسية ان هم مصممين ومصرين على الاستمرار على نهج البابا شنودة رحمه الله في منع الاقباط من زياره القدس الا بعد عودتها للسياده العربيه. التراس اهلاوي، ده من شروق الصفحه الاولى، التراس اهلاوي يعلقون اعتصامهم امام مجلس الشعب اليوم ويهددون بالعوده في حال عدم تطهير الداخليه. انا بس يهمني هنا في الموضوع الحقيقه ان احنا عندنا بقى مصطلحات عامه جدا. طيب احنا بنتكلم عن تطهير الداخليه من يوم 11 فبراير 2011. ماذا حدث في تطهير الداخليه ويعني ايه تطهير الداخليه؟ لان احنا بنستعمل برضو بعض العبارات اللي احنا كلنا يمكن مش ملمين بيها، اعاده هيكله وزاره الداخليه، التطهير الداخليه. اكيد كان في بعض الخطوات كان ممكن تتخذ في هذا الشأن تحديدا، لان احنا كلنا عارفين ثورة 25 يناير من ضمن اهم اسباب اندلاعها كانت منظمه او منظومه الداخليه، منظومه الامن في مصر. فاعتقد ان كان في خطوات كثيره ممكن تتخذ ولم تتخذ، ولا من قريب ولا من بعيد، حتى الحاجات اللي هي الشكليه لم يتم الالتفات اليها. الناس اللي اقترحت ان خريجي كليه الحقوق ياخدوا دورات تدريبيه، حتى تغيير الزي مش عارف ايه، غير طبعا قلب وزاره الداخليه اللي هو محتاج اعاده يعني تشكيل او اعاده تحديد اولويات. طبعا التراس الاهلي اللي هم معتصمين كان بقى لهم حوالي 14 يوم في منطقه مجلس الشعب وسط القاهره، قرروا ان هم تعليق الاعتصام بصفه مؤقته. طبعا احنا عايزين نقول ان نسبه كبيره جدا منهم من طلبه يعني المدارس الثانويه والجامعات، ودلوقتي في امتحانات وكده. الحاجه الثانيه ان هم طبعا كانوا عملوا في مقابله مع وزير العدل، واللي هو وعدهم بتشكيل دايره خاصه لنظر احداث مجزره بورسعيد. يعني حتى الان في اي تصريحات جديده ما هي دي صدرت الفكره عن بالظبط يا مي، هي بعيدا عن بقى الاعتصام او غير الاعتصام. احنا كل اللي احنا محتاجينه سواء في بورسعيد او في ماسبيرو او في محمد محمود او في مجلس الوزراء، وكلنا عارفين ان هي دي السبب الرئيسي للمشكله، هو ايه اللي حصل ومين ورا الكلام ده، زي ما وقعت الجمال، مين ورا الاخوه اللي هم ركبوا الجمال والخيول ودهسوا الثوار. يعني في بعض، مش بعض، هي في كثير من الغموض اللي يمكن بيعتري الساحه. وانا الحقيقه ما الومش قوي على الاعلام اللي هو بيعيد تدوير ما يقال، يعيد تدوير ما يقال، لان احنا ما عندناش معلومات بالقدر الكافي قد ما عندنا تحليلات وعندنا رؤى وعندنا توقعات. ممكن اقول لك والله ده موقعات الجمل ده اكيد اللي وراها فتحي سرور او صفوه الشريف، بس ده مش مبني على اساس، ده مبني على ان غالبا دي العقول، نوعيه العقول المدبره اللي كانت موجوده قبل كده. بس احنا محتاجين معلومات، مش معقول ان الفران اللي هم قبضوا طبعا عليه في مجزره بورسعيد هو ده العقل المدبر، هو هو ده التول، ده الاداه اللي تم استخدامها يمكن لتنفيذ المجزره. فاحنا عايزين نعرف يعني مين اعتقد اللي لو حصل. بعض المعلومات حتى ظهرت واضح وتم في الفتره تنفيذ اللي جايه القانون هيكون طبعا ليها تاثيرها باين جدا في الشارع. إن شاء الله. الأهرام الصفحة الأولى واللي احنا ابتدينا بيه النهاردة، الموجة الحارة تصل إلى ذروتها اليوم وتنكسر غدا النهاردة 36 في القاهرة. طبعا حرارة يعني شديدة جدا، أسوان كمان 40 درجة، بنعيش أيام أغسطس شديدة جدا. بس هي الأخبار الطيبة إن بكرة أعتقد هيبقى يحصل انكسار في درجة الحرارة ما بين 8 ل 10 درجات، وبيبقى فيه تحذير دايما من خبراء الطقس إن احنا ما نخففش قوي الهدوم، ولكن يعني ساعات بيبقى شر لابد منه. ربنا يسلمك. أستاذة أمينة خيري الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية، بشكرك. أنا اللي بشكرك، ميرسي يا ماي. ميرسي. مشاهدينا خليكم معانا، عندنا تقرير دلوقتي من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وكان فيها مهرجان الفن ميدان. الفن ميدان اللي بيقام كل شهر في مصر يعني بصفة دورية بقاله مدة طويلة. المهرجان كان فيه فقرات كتيرة جدا شملت معارض ومسرحيات للأطفال، هنشوف التقرير نرجع نكمل معاكم فقرات.